تفضل استاذ عم تفضل. يعني ما عم بقدر افوت لجوا ديانا صراحه، بس يعني جوا شبه مغاره، يعني المقبره ربما ارتب من هذه الغرفه الموجوده جوا. في شخص عم يرفع ايده هونيك ومفلوج قاعد جوا لحاله مع صبي ابنه. في تعرف عن حالك يعني كيف ادائكم عايشين بهالبيت؟ يعني فعلا يعني ما بعرف شو بدي اعبر عن هالكلمه. يعني اللي بيعيش فيه بيموت فيه، ما بيضاين اسبوع وبيك جوا مفلوج، قد ايه له جوا؟ صاروا كثير والله، صاروا شيء 5-6 سنين. خمس ست سنين، وانتم قديش عم تعيشين بهلا وضع هيدا؟ كيف عايشين جوا؟ ما في ابسط امور الصحه. هيك عم تقول مقبره الحياه هيدي؟ مقبره الحياه هذا وقت اللي ابوه انفلج، هذا كان عمره سنتين، كان عمرك 3 سنين واخته عمرها سنه، وقاعد هيك وقت اللي انفلج كانت امهم معهم، وامهم تعبت وضحت معهم عشان ما ننكر حقنا احنا للام. بس الام وصلت لمرحله كفرت بالحياه وكفرت بكل شيء، تركت كل شيء ومشيت، دل هالصبي وهالبنت معه، انفلج صار معه شلل نصفي اول شيء، صار يكمش عكازه ويجر العربيه اللي بيقعد عليها يجره ويلملم تنك يحطهم بقلبه ليقدر يبيع وياكل ويطعمي اولاده. قام صار عنده ذبحه ثانيه شعملت له فيلج ثاني. ولكن احب نسجل بعض المشاهد، انا بعثت رسالة ضعيف جدا جوا. انا اذا بدك بضوي لك بالتليفون جوا اذا بيبين عليك النور، لانه ما عنده لا كهرباء ولا اب. مريض جوا مفلوج عايش بمقبره حيه، في زي ما نقول عم بيعلي ايده مثل عم تشوفه، اولاده عايشين معه بلا ام، يعني جوا ما في كهرباء ما في مي، المياه عم تنزل من الجدران. لا تعال تعال شوي، جينا لعندك، ما تبكي جينا لعندك وحيد. تعال شوي ناصر، نحن جينا لنساعدك حبيبي. ليك ليه انت منك عم تصرخ؟ خلص خليك معي. ليه هيدي دولتك اللي زلتك؟ ما تبكي وارفع راسك. ارفع راسك، ونحن لبنانيه وغصب عنهم، هن اللي بدهم يبكوا ما نحن اللي بدنا نبكي. يجوا يشوفوا كيف عايش العالم. نحن كان لازم نجي لعندكم، لازم نفرجي هالشيء، لنفرجي انه السلطه الموجوده على مرور 30 سنه ما عرفت تقدم شيء لشعبها. هيدا شيء ما بينشاف، هيدا شيء غير مقبول شفناه اليوم. هيدا يعني البيت كنا فيه قبل يعتبر 5 نجوع عن شفناه اليوم. انا قلت لك ايه، انا لما حكيتك انا وقت شفتك على التلفزيون عم تبس من عند المخلوقه اللي كمان الله يكون بيعانه، يعني ما في حكي عليا ابدا. بس انا وقت اللي شفت الحاله قلت لك يا الان انا بدي ورجيك شيء خلي العالم كله تبكي عليه. تعال انزل وتفرج لخلي العالم كله يبكي. وللاسف انه ما في ارسال جوا، والصبايا اللي معك قلت لكم بدكم تبكوا كلكم. نبيله شفتك عم تبكي هلا. قلت لك انت واللي معك بدكم تبكوا. انت كصحفيه واعلامي شفتي هيك حالات قبل متى كنت عم تشتغل على الارض؟ اما انت تعيني الوضع على الارض هذه المره وصريتي، قلت لك تفضلي، شو رايك اللي شفتيه هلا؟ ما في حكي هلا، يعني ما قدرنا نفوت حتى لشو. ما في يعني اصعب مشهد ممكن شوفه، حتى الصبايا اللي هون اللي اجوا اليوم اللي حبوا يساعدوا بعض الاشخاص مش قادرين. على شو رايك بهالمشهد؟ يعني شو يعني عيب نسال هالسؤال؟ يعني هيدا يعني ما بقى في إنسانية صراحة. وعن جد علام، بس بدي بلغك كمان خبر حلو كان سبق وبلغته لهبة زيدان من صيدا، سعادة السفير سفير الإمارات حمد الشمسي كان رح يتكلف بتأهيل المبنى لدار العجزة الموجود بصيدا، وأيضا كمان باتصال هاتفي معنا بهاللحظة بلغنا أنه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منذ يوم غد ستبدأ بمساعدة هؤلاء الفقراء في طرابلس، طبعا في مبادرة مشكورة من سعادة السفير حمد الشمسي ودولة الإمارات. مؤامرة بكرة، بقولوا مؤامرة. بكره حتغير كل حياتك. بكره هيدا الشيء اللي شفته اليوم خلصت، اوكي؟ بكره رح انسان جديد لبناني، انت بترفع راسك. للاسف دولتك ما ساعدتك، ولكن في ناس كثير بحبونا وبيعزونا وعم بيتصرفوا بالفعل وليس فقط في الكلام. انت بكره غير انسان، انت وعائلتك بكره حيروح بيك على المستشفى. هيك الطفل بتساله ليش عم يبكي؟ ليه عم تبكي؟ تعال شوي لعندي خيو يورو. تعال عندي
انتم بكره كلكم غير وضع. انا بكره جايين كلكم لعندكم. تعال تعال عندي بتاع قريب لعنده عم قريب. كلهم عم بيبكوا، كلهم ديانا عم بيبكوا هون على الخبر لانه يلي نقلنا لك اياه. ما كنت قصدي انا اجي كمان بس كان لازم بكره. نعم دولة الامارات ممثله بسفيره هون رح اقدموا كل المساعدات من خلال هيئه الهلال الاماراتي. من فينا نشكرهم في بدل ما تقول نشكر دولتنا من خلال هيئه هلال الاحمر الامارات. الله يرحم التراب اللي نزل عليك يا شيخ زيد. يعني مش كان لازم نقول شكرا للبنان اليوم، ولكن للاسف دولتنا ما انا موجوده. بس بنشكر اشقائنا، بنشكر اخواتنا. بالفعل ديانا لو فتح الارسال شفتوا جوا اصعب مشهد ممكن يشوفه انسان لبناني. يعني اليوم انتم اخواتنا وجينا لعندكم عم تسمع. انت مثل ما قال الاستاذ لازم تكون فخور بنفسك، وبكره حياتك حتتغير كليا. بنعتذر هيدا منه استعراض، وانما هيدي حاله حقيقيه عم نسلط الضوء عليها. نحن جايين من قلبنا نحكي هذا الموضوع، ما بعرف قديش فينا نتحمل، ولكن اليوم شفنا اصعب مشهد وما حدا يقدر يحكي. كلهم فرطوا من البكي. ديانا ذكريني إذا بلغت مثل ما قلت لك. لا ما بلغت أنا برأيي، ولكن بالفعل أصعب شيء كمراسل اليوم للأسف أنا بمسيرتي الصحفية في هذا المكان في زلمة جوا ساخن. رح نجرب نتصل بأي فظيعة. للأسف ديانا رح أشوف إذا فينا نساعده على الفور للزلمة المفلوج جوا، لأنه بفتكر بلغنا ساعة السفير أنه من صعب جدا ولاده عم يشوفوك اليوم. مساعدة هيدي العائلة السفيرة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي. أنا اليوم بكرة شكرا لك ألان بكرة دغام. لكن بآخر مساج قبل ما ننتقل إليك ديانا تفضل. دولة الإمارات حتعطيني بكل شيء. شكرا لك ديانا.